بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. الصيد من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يشير إلى الصيد أو يعين على الصيد، لا يصيد ولا يعين أحداً على الصيد. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عثمان هو ابن موهب قال: أخبرني عبد الله ابن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجًا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة رضي الله عنه، فقال: خذوا ساحل البحر، أي خذوا الطريق على ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة رضي الله عنه على الحمر فعقر منها أتاناً، أي أنثى، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة رضي الله عنه لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة رضي الله عنه فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال صلى الله عليه وسلم: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. فدل على أن المحرم لا يجوز أن يصيد، ولا يجوز أن يشير إلى من يصيد، ولا يجوز أن يعين على الصيد. فإذا لم يكن كذلك وصاد الحلال وأهدى للمحرم يجوز للمحرم أن يأكل، وأما إذا أعان على الصيد فلا يجوز له أن يأكل. باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل. إذا أهدى الحلال حمارًا وحشيًا للمحرم وذلك الحمار حي لا يجوز للمحرم أن يقبل، لأن الصيد من محظورات الإحرام. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيًا وهو بالأبواء أو بودان، أسماء أماكن، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه يعني من الحزن قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي محرمون. فالمحرم لا يقبل الصيد ولو كان هدية، لأن المحرم لا يجوز له الصيد.
باب ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم. حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة أم المؤمنين أخته رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب طير، والحدأة طير، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور. هذه الدواب يجوز للمحرم أن يقتلها ولو كان محرماً ولو كان في الحرم، لأنها مؤذية. الغراب والحدأة من الطيور، والفأرة والعقرب، والكلب العقور. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأ، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. هذه الدواب يجوز للمحرم أو في الحرم قتلها لأنها مؤذية. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، الغار في الجبل، إذ نزل عليه والمرسلات، أنزل الله تعالى: والمرسلات عرفا، وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، أي من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. فدل على أن المحرم يقتل الحية لأنها مؤذية. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. الوزغ تقتل لأنها مفسدة. باب لا يعضد شجر الحرم. الشجر الذي نبت من الله في الحرم لا يجوز قطعه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه. الشوك الذي في أرض الحرم لا يجوز قطعه، والشجر الذي نبت من الله لا يجوز قطعه. فهذا الحرم
آمن، حتى الحيوان، حتى النبات. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني لقتال ابن الزبير فتنة أعوذ بالله، قال أبو شريح لعمر بن سعيد: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، أي حرامًا، ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع منها شجرة الذي نبت من الله، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب، الحاضر يبلغ الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: خربة بلية. ولكن عبد الله بن الزبير لم يفعل شيئا من ذلك، وقتلوه ظلما رضي الله تعالى عنه. باب: لا ينفر صيد الحرم. إذا وجد في الحرم صيد لا يجوز تنفيره. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني لتطهيرها من الشرك ومن الأصنام، لا يختلى خلاها، أي لا يؤخذ الحشيش من أرضها الذي نبت من الله، ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشجر الذي نبت من الله، ولا ينفر صيدها. إذا وجد صيد لا يجوز تنفير الصيد، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. إذا وجد شيء ساقط لا يجوز أخذه إلا لمن يعرف ينادي بها. وقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني اسمح لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم، وهو نبت له رائحة طيبة لصاغتنا، أي الذين يصنعون الحلي يستعملون الإذخر، وقبورنا نضع الإذخر على القبر حتى لا يسقط التراب على الميت. فقال: إلا الإذخر، أذن في أخذ الإذخر من أرض الحرم. باب: لا يحل القتال بمكة، يعني بالظلم والباطل. وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما، يعني ظلما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة سنة 8 من الهجرة في رمضان: لا هجرة ولكن جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأن صارت مكة للمسلمين، فلا يهاجر منها
بعد الفتح، ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقي، وأما الهجرة من مكة انتهى بفتح مكة. ولكن جهاد ونية، جهاد في سبيل الله ونية صالحة. وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا أمركم الإمام بالخروج في سبيل الله فانفروا، فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوك، أي لا يقطع شجر الشوك من الحرم، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ينادي بها، ولا يختلى خلاها، أي لا يؤخذ الحشيش منها. قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، يعني إذن لنا أن نأخذ الإذخر من أرض الحرم، فإنه لقينهم، أي الحداد أو الصائغ الذي يصنع الحلي، ولبيوتهم يجعلونها حتى لا يسقط التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، أذن لهم في أخذه. باب الحجامة للمحرم. المحرم إذا مرض يجوز أن يحتجم، والحجامة هو إخراج الدم من الجسد. وكوى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم، الكي بالنار نوع من العلاج ولكنه يكره، فيجوز الكي للمريض المحرم. وكوى ابن عمر رضي الله عنهما ابنه وهو محرم، ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. يجوز استعمال الدواء لكن لا يكون فيه طيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام، فلا يكون الدواء فيه طيب. ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت: لعله سمعه منهما. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل، يعني في مكان اسمه لحي جمل، في وسط رأسه. فالمحرم إذا حلق شيئا من الشعر عليه فدية الشعر، ويجوز أن يحتجم للعلاج. إذا أخذ شيئاً من الشعر يفدي، إما يذبح شاة، وإما يطعم 6 مساكين، وإما يصوم 3 أيام. وأما إذا ما حلق شعر فلا يلزمه شيء. باب تزويد المحرم. حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج، حدثنا الأوزاعي، حدثني عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو محرم، ولكن ورد في صحيح مسلم وغيره أن ميمونة أخبرت أنه تزوجها وهو حلال غير محرم، وهي أعلم بأمرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال غير محرم. فنكاح المحرم لا يجوز، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فهذا من محظورات الإحرام، ولو عقد العقد باطل. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. فالطيب ممنوع للذكر والأنثى
من المحرمين. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس. الورس هو نوع من الطيب أو زعفران، فالطيب من محظورات الإحرام للرجل والمرأة. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، وهو ثوب فيه ما يغطي الرأس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسَّه زعفران ولا الورس يعني الطيب، ولا تنتقب المرأة المحرمة. المرأة المحرمة لا تلبس النقاب الذي على الوجه، ولكن إذا رأت الرجال تسدل الجلباب على وجهها، وإذا ذهبوا ترفع. وأما النقاب المعتاد فلا تلبسه المرأة في حالة الإحرام، ولا تلبس القفازين شراب اليد، لا تلبس المرأة قفازا شراب اليد في حالة الإحرام. تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس، وهو نوع من الطيب. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المرأة. وتابعه ليث ابن أبي سليم. حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: وقصت برجل محرم ناقته، يعني سقط جمل برجل محرم فقتلته، مات الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل. المحرم إذا مات يغسل ويكفن ولا يوضع طيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام، والمحرم ولو مات حكم الإحرام باقي. اغسلوه وكفنوه، يعني في الإزار والرداء، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل، يبعث يوم القيامة يقول لبيك. قال الحافظ رحمه الله: القفاز ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها، والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف، النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. فالمرأة المحرمة لا تلبس شراب اليد ولا تخمر أنفها، لا تلبس النقاب، ولكن إذا رأت الرجال الأجانب ترخي الجلباب على وجهها، وإذا ذهبوا ترفع. باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالحك بأسا، يعني إذا حكك جسدك لا بأس أن تحك ولكن برفق. فالمحرم يغتسل لكن لا يستعمل الطيب، لا يستعمل صابون في رائحة، بل يغتسل بالماء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلفا بالأبواء اسم مكان، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه.
فأرسلني عبد الله بن العباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين الخشبتين اللتين على البئر، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه، يعني أرخاه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب، أي الماء، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمحرم يغتسل ويحرك شعره لكن برفق. باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار، سمعت جابر بن زيد، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، لأن الطيب من محظورات الإحرام، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. باب لبس السلاح للمحرم، يعني إذا كان هناك حاجة. حدثنا عبد الله قال: وقال عكرمة رحمه الله: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، يعني عمرة الحديبية، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم، أي اصطلح معهم، لا يدخل مكة، لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب، يعني السلاح في بيته يعني مغطى. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، يعني للحاجة. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، الذي يريد الحج أو يريد العمرة يحرم، وأما الذي لا يريد الحج ولا يريد العمرة يجوز أن يدخل بدون إحرام إذا كان له حاجة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أي الميقات للإحرام، ولأهل النجد قرن، وهو السيل الكبير، قرن المنازل أو من الجبل وادي محرم، ولأهل اليمن يلملم وتسمى السعدية، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة،
ومن كان دون ذلك يعني دون الميقات كأهل الشرائع وأهل حده فمن حيث أنشأ أي يحرم من مكانه حتى أهل مكة من مكة يعني للحج أهل مكة يحرمون للحج من مكة وأما العمرة فيخرج إلى الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة أن تخرج إلى التنعيم لتحرم بالعمرة أما الحج أهل مكة من مكة لأنهم سيخرجون إلى عرفة وعرفة من الحل باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء رحمه الله إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه يعني إذا كان جاهلا أو ناسيا ولكن يغسل الطيب ويخلع الثياب إذا كان جاهلا أو ناسيا يغسل الطيب ويخلع الثوب حدثنا أبو الوليد حدثنا همام حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة يعني أثر طيب عليه جبة وعليه أثر الطيب أو نحوه كان عمر يقول لي رضي الله عنه تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه فنزل عليه أي الوحي ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يعني ويخلع الجبة ويغسل الطيب وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم رجل عض رجلا وذلك المعضود نزع يده فخلع ثنية العاض فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يوجب عليه الأرش لأنه هو الذي ظلم عض فهل المعضود يترك يده تعض فلم يجعل له أرش لا لم يجعل له دية لأنه هو الذي تسبب في ذلك باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج لأن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يؤدي بقية أعمال الحج عن هذا الميت حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقصته أي مات رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال ثوبيه ولا تحنطوه لأن الطيب من محظورات الإحرام الميت إذا كان محرما لا يحنط ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه لأنه محرم فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي الله أكبر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يكمل حج هذا الميت حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلتي فوقصته أو قال فأوقصته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين يعني في الإزار والرداء ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه لأنه محرم ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا الله أكبر باب سنة المحرم إذا مات حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصت ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، أي الإزار والرداء، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة، قبيلة جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، يعني لآدم، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. فمن نذر ومات ولم يوفي فوليه يوفي عنه النذر. باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، يعني لكبر سنه وضعفه. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنه أن امرأة، حدثنا موسى بن إسماعيل، يعني أراد البخاري أن يروي عن شيخ آخر، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم قبيلة عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. فيجوز الحج عن العاجز. باب حج المرأة عن الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا خلفه، فجاءت امرأة من خثعم قبيلة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، كان يصرف وجهه إلى الجانب الآخر. فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. فيجوز للعاجز أن يحج عنه، وأن المرأة تحج عن الرجل. باب حج الصبيان. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أي في المتاع، من جمع، أي من مزدلفة، بليل. كان ابن عباس قريب البلوغ فقدمه قبل الزحمة ليلة المزدلفة، يعني في آخر الليل. حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه، أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت وقد ناهزت الحلم، أي قاربت البلوغ، أسير على أتان لي، يعني حمارة أنثى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، أي رعت
العلف، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع: الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور أمام المأموم لا يضر، وأما الإمام فهو سترة لمن وراءه، وأما المنفرد فلا يجوز المرور بين يديه إلا إذا كان قد جعل سترة. حدثنا عبد الرحمن بن يونس، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني حج به من كان معه أبوه أو قريبه، فدل على أن الصبي يحج ووليه يعلمه أعمال الحج. حدثنا عمرو بن زرارة: ولكن إذا بلغ يحج حجة الإسلام. حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول للسائب بن يزيد رحمه الله، وكان قد حج به، يعني وليه حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع الراحلة التي فيها متاع النبي صلى الله عليه وسلم. باب حج النساء. وقال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد، حدثنا حبيب ابن أبي عمرو قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ألا نغزو، أي نجاهد، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكنا، أي معشر النساء، أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فالمرأة لا يلزمها الجهاد في سبيل الله، ولكن الحج هو جهاد النساء. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، أي للجهاد، وامرأتي تريد الحج، فقال: أخرج معها، حج معها، لا تتركها بدون محرم. فأمره أن يحج معها ويترك الاكتتاب في الجهاد لمرة أخرى. حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع، أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية رضي الله عنها: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، أي بعيران، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، ففيه فضل العمرة في رمضان. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه والعمرة المتقبلة يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. رواه ابن جريج عن عطاء: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة رضي الله عنه، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، بمعنى أعجبنني. ألا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا معها ليس معها زوجها أو ذو محرم. هذه المسألة الأولى، لا تسافر المرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. المسألة الثانية، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، أي يحرم صوم يوم عيد الفطر وصوم يوم عيد النحر. ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا إذا كان هناك سبب مثل دخول المسجد أو غيره. ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. لا يجوز شد الرحل والسفر إلى أي مكان لأجل الأجر إلا المسجد الحرام للحج والعمرة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه، والمسجد الأقصى للصلاة فيه. ولا يجوز السفر إلى قبر فلان أو فلانة. باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن السلام، أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال: حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخاً أي كبير السن يهادى بين ابنيه، يعني متكئ على منكبي ابنيه لكبره وضعفه. قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره أن يركب. إذا كان نذراً لا يقدره، لا يقدر أن يمشي، يركب. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. تمشي وتركب، يعني تمشي ما استطاع، وإذا عجزت تركب. قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة، فذكر الحديث رضي الله عنه. كتاب فضائل المدينة. باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، كما ورد في رواية أخرى: ما بين عير إلى ثور، جبلان لا يقطع شجرها، يعني حرم لا يقطع شجرها الذي نبت من الله، ولا يحدث فيها حدث، يعني لا يظلم فيه ظلم أو لا يبتدع بدعة، والبدع محرمة والظلم محرم دائما. من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني إذا ظلم واعتدى أو ابتدع بدعة في الدين. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، أي كم تريد الثمن في هذا المكان؟ فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنُبِشت، كان في ذلك المكان قبور المشركين فنُبِشت، فقبور المشركين تُنبَش، أما قبور المسلمين لا تُنبَش. فأمر بقبور المشركين فنُبِشت، ثم بالخِرَب، أي الأماكن فيها الخراب، فسُوِّيت، وبالنخل فقُطع، فصفُّ النخل قبلة المسجد. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. واللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء، والمدينة بين لابتين، فما بين اللابتين حرم. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، أي من حدود الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، يعني في داخل حدود الحرم. فالمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وما بين اللابتين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، عائر اسم جبل، إلى ثور، إلى كذا إلى ثور، كمن أحدث فيها حدثا، أي ظلم واعتدى أو آوى محدثا، يعني ضم المبتدع أو المجرم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فريضة ولا نافلة. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما، أي نقض ذمته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي فريضة ولا نافلة. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه عن المملوك إذا انتسب إلى غير سيده، فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله البخاري: عدل فداء. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، أي تخرج من لا خير فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير القربة التي ينفخها النحاس، فهذه القربة إذا نفخ فيها فيذهب وسخ الحديد، فهكذا المدينة تخرج الخبيث منها. باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، المدينة طابة. باب لابتي المدينة. اللابة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء
أي الغزال بالمدينة ترتع، ما ذعرتها أي ما خوفتها، لأن المدينة حرم ما بين اللابتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، قبيلة مزينة، يريدان المدينة، ينعقان يصيحان بغنمهما فيجدانها وحشا، أي المدينة، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. فلا ينبغي الإعراض عن المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. قال الحافظ رحمه الله: يبسون بفتح الأوله وضم الموحدة، يبسون. قال أبو عبيد: معناه يسوقون دوابهم، يبسون يسوقون دوابهم.